نشرة الأخبار على الحياة فم. الثامنة ليلا هنا من القيروان، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. القيروان تحتضن بداية من يوم الغد الخميس فعاليات الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفية. 3 إصابات بفيروس الشيغالا في القيروان. وزارة الصحة تؤكد بأن الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية متواصلة. وزير الصحة يشارك في المؤتمر الوزاري الثالث حول مقاومة المضادات الحيوية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد بأن الأوضاع في ليبيا تتطلب حلا ليبيا. والجزائر تعين 5 مؤرخين لبحث ملفات الفترة الاستعمارية مع فرنسا. إلى تفاصيل النشرة والبداية بالشأن الجهوي الصحي، حيث أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان عمار الجملي لموفد الأخبار زبير العياري تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس الشيغالا، وأشار المتحدث أنه تمت معاينة الإصابات 3 واصفا حالتهما الصحية بالمستقرة، كما دعا إلى ضرورة غسل الأيدي والالتزام بالشروط الصحية الضرورية اللازمة. أكثر التفاصيل في التصريح التالي. للأسف قد تم تسجيل حالة أولى لمرض الشيغالا، ثم بعد تم تسجيل حالتين، واحدة منهم حالة مؤكدة والأخرى باعتبار أنهم من نفس العائلة، يعني تعتبر زادة كيف حالة مؤكدة. الحالات هذوما هما الحالة الأولى كانت في أحد رياض الأطفال، والحالتين الأخرين اللي هما في أحد المدارس الابتدائية، بالتالي مستوى متاعهم يعني ابتدائي. للأسف معتها الحالات هذوما يعني كما قلت تم تسجيلهم يعني سابقا، واحنا توا على المستوى الجهوي قاعدين نتبعوا في الحالات هذوما، وقاعدين عملنا معناها لانفستيغاسيون، يعني مشينا يعني اتصلنا بالعائله واتصلنا معناتها بالمحيط، ولم معناتها لم نسجل حالات اخرى. والحمد لله يعني الحاله كانت حالات اوليه، فماش ما يسمى بالحالات معناتها الاضافيه. او من هذا المنبر انا نطلب معناتها من الاخيين يعني نسمعوا فيه الكل، كانوا ياخذوا الاحتياطيات اللازمه باعتبار ان البكتيريا هذه قاعده تنتشر على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الجهوي، والاحتياطات يعني من خاصه من غسل اليدين وعدم استعمال المواد اللي هي ما نعرفوش معناتها السورس نتاعها منين، وكذلك بالنسبه للماء والغله يعني ناخذوا احتياطيات اللازمه للحد من تفشي هذا المرض. هذا المرض يعني راهو يمس الناس كل مشكله صغيرات، معناتها الناس كل هي معرضه باش تمرض بالشيغالا، وثم حالات يعني حالات بسيطه، ولا اساس هذا كيف كيف هذا فما حالات يعني تكون خطيره وخطيره جدا، وكما تسمعوا كما ما تسمعنا الناس كل انه فما حالات وفيات. ان شاء الله احنا على المستوى معناتها ما عادش نسجلوا حالات وفيات، وناخذ الاحتياطات الضروريه للحد من انتشار العدوى. ووطنيا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 30 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلة بودن رمضان. ومثلت هذه المحادثة مناسبة متجددة للتأكيد على الحرص المتبادل على اتخاذ قرارات فعلية وأجراءات ملموسة تمكن من تعزيز روابط الأخوة بين البلدين. وتم بالمناسبة التجديد على أهمية مواصلة العمل على كل المستويات من أجل حسن توظيف الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين وتنفيذ الإطار القانوني الثري وتفعيل آليات التعاون العديدة في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات المشتركة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أكد سعيد خلال هذا اللقاء على تمسك تونس بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع في ليبيا، والداعي لضرورة أن يكون الحل ليبي والتمسك بوحدة هذا البلد الشقيق وأمنه واستقرارها. أدى وزير الصحة الأستاذ علي مرابط زيارة عمل إلى سلطنة عمان، وذلك المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث حول مقاومة المضادات الحيوية. وألقى الوزير بالمناسبة كلمة عرب فيها عن شكر العميق لسلطنة عمان على حسن التنظيم والحفاوة. كما أكد وزير الصحة على انخراط تونس في مكافحة تناول المضادات الحيوية عن طريق إنشاء لجنة وطنية تم المصادقة عليها من طرف وزيري الصحة والفلاحة. وقد مثل هذا المؤتمر فرصة للقاء وزير الصحة مع كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة المالتي وهلال السبتي وزير الصحة العماني، حيث تم تدارس سبل التعاون وتطوير العلاقات بين تونس والدول هذا في المجال الصحي.
ومواصلة للشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة أن الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية وغسل الأيدي تتواصل بمختلف جهات البلاد في الأوساط التربوية والجامعية بمشاركة المصالح المختصة بوزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع الهياكل المتدخلة من وزارات ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين. وانتظمت بهذه المناسبة عدة أنشطة تثقيفية للتوعية بأهمية غسل الأيدي كسلوك صحي وقائي فعال لتجنب العدوى من الأمراض والجراثيم على غرار فيروس كورونا وبكتيريا شيغالا. وشملت الحملات التحسيسية خلال هذا الأسبوع المؤسسات التربوية والوسطة الجامعية في كل من ولايات القيروان، نابل، المهدية، قفصة، قابس، المنستير، منوبة، توزر، بنزرت، سوسة وسيدي بوزيد. وفي سياق آخر، أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء تعيين 5 مؤرخين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر ضمن لجنة مشتركة مع نظرائهم في باريس تنفيذا لاتفاقا بين رئيسي البلدين. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس عبد المجيد تبونه استقبل مساء الأربعاء 5 مؤرخين جزائريين معينين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين. وفي إطار البرنامج السنوي للترغيب في المطالعة، تنظم وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع وزارة التربية الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفي في دورته 23 تحت شعار المحامل الرقمية كأسلوب مبتكر للترغيب في المطالعة بالوسط الريفية، وذلك أيام 1، 2، و3 من ديسمبر بولاية القيروان. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القيروان تحتضن بداية من يوم الغد الخميس فعاليات الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفية. 3 إصابات بالشيغالا في القيروان. وزارة الصحة تؤكد بأن الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية لا تزال متواصلة. وزير الصحة يشارك في المؤتمر الوزاري الثالث حول مقاومة المضادات الحيوية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد بأن الأوضاع في ليبيا تتطلب حلا ليبيا ليبيا. والجزائر تعين 5 مؤرخين لبحث ملفات الفترة الاستعمارية مع فرنسا. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، في أمان الله.